السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مجموعة من الخضار، دول فيها بسلة، فاصوليا، بطاطس، جزر، وهنا معايا بشرة بصلاية، في بصل مبشور، في ثوم، في فلفل. تعالوا بقى مع بعضنا كده نشوف هنعمل ايه. هنا معايا الحلة على النار، حط فيها سمنة، هنزل بالحاجات دي كلها، بالبصل والفلفل والثوم. هنسيب طبعا البصل والفلفل والحاجات دي كلها هياخدوا لون، وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه. معايا بس هو ده اللون اللي انا عاوزاه للبصله. هبتدي انزل بقى بقطع اللحمه اللي هي مسلوقه، وهم شايفين كده كده اللحمة على النار. هبتدي انزل بالخضار بتاعي. ثواني يا مرة. كده انا نزلت كل الخضار، هبتدي بقى احط معاهم شوية من الشوربة اللي انا عاملاها. كده بعد ما نزلت بالشوربة هنزل بقى بالسلطة بتاعتي او عصير الطماطم. لو عندك معلقة صلصة ممكن تحطيها. كده خلاص انا حطيت لها الملح وفلفل اسمر، وهسيبها بقى ايه تستوي مع بعض، وبعد كده ارجع لكم تاني.